السلام عليكم. فالفيلم يتحدث عن محمد لامين، هذا الشخص، هذه الشخصية الموريتانية اللي أكيد على أنه عن طريق الصدفة التقى زميله في السمارة، حتى هو كذلك موريتاني، وكانوا على أنهم خلقت واحد العلاقة بيناتهم، ولو أنهم يختلفوا في طبيعة الظروف اللي جاوا فيها. بالنسبة لمحمد لامين، هو مروض بطبيعة الحال للإبل، ومن خلاله على أنه تابعناه في رحلة حاولنا من خلالها مع الشركة المنتجة وكذلك مدير التصوير على أن نتبعوا محمد لامين في واحد الرحلة ونشوفوا كيفاش يقوم بتدريب الجمل. أكيد على أنه هذه الثقافة كذلك ممكن نجدوها في سوس من خلال تدريب الخيل، تدريب الفرس، لأنه حتى هو يخضع الناس تدريب تقريبا، وإن اختلفت الطريقة ولكن تتوحد تقريبا في الغاية. واللي يمكن نقول على أنه جمهور مدينة أكادير أو جمهور الثقافة السوسية كامل كون فكرة على هذه الثقافة من خلال الفيلم ومن خلال الانطباعات. لاحظنا بأن العديد يتحدث بأن هناك الكثير من العناصر التي تجمع هذه الثقافتين، وبالتالي استطاع الفيلم على أنه هو ينقل لك الثقافة الحسانية من فضاء الصحراء إلى فضاء هذه المنطقة، منطقة سوس. وبالتالي الفيلم لا زال مواصل المسيرة دياله من خلال مشاركته في المهرجان الوطني ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي، ضمن 27 فيلم اللي تم انتقائها بين مجموعة المشاريع اللي كانت تعرضت على المركز السينمائي. وبالتالي حتى جمهور الشمال سيكون على موعد من أجل أنه يكتشف هذه الثقافة، وهذه هي الغاية بالنسبة لي كمخرج. بطبيعة الحال لأنه منذ الزيارة الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى 40 للمسيرة الخضراء، كانت مبادرة جميلة جدا، هي على أنه إعطاء انطلاقة مسيرة سينمائية حقيقية لأكيد بإحداث صندوق لدعم الثقافة الحسانية، لا سيما على المجال والثقافة وكذلك التاريخ. بالتالي المركز السينمائي الآن أصبح يستقبل مشاريع من هذا القبيل، تبقى على أن المبادرات الشبابية لا زالت تحتاج إلى المزيد من التشجيع. تقريبا الدعم اللي مخصص من طرف المركز السينمائي أكيد على أنه هو فرصة للشباب، ولكنه لا يكفي من أجل أن ننجو أعمال فعلا تعكس هذه الثقافة بشكل حقيقي، وعلى أنها توصل أو تمثل المملكة على مستوى مجموعة من المهرجانات الدولية. أنا ضريت سبحان الله المغرب، ما أنا قاعد متقرب فيه، ضريت لعبت في المغرب وموريتانيا، ما أنا حاسب عقربة أنا.